الفيحة. مستشار جديد يلا اختر لنا الرقم. يلا واحد كنا اول شيء، هلا اثنين. اثنين. اهلا اهلا مدرب الصوت توني بيا، مساء الخير توني. اهلا وسهلا فيك حبيبي يا توني، شو رايك بهالمفاجاه؟ ما هيك رائع جدا. اهلا وسهلا فيك توني، نورتنا. في مساء الخير راغده، ومساء الخير وائل. الخير سنور. انا متتبع ومحب لصوته، هلا بيقطع بالسياق الاسئله، واستضفت انه حكيته عن اشياء يعني بدنا نسال عنها. اول شيء الاهتمام بالصوت، وانت من الاصوات اللي كثير 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 جدا محبوبه بعالمنا العربي. عم تعطي وقت لصوتك بين قصه الراحه وبين تدريب تمارين صوت؟ تمارين صوت اكيد اكيد، ما بيخاف عليك اصلا. انا بقلب السياره اوقات. ايه صحيح، قلب السياره وقت يكون بمحل في صدى مش تواليت. بس هي الموهبة بتبتدي أو تحبب الدرج يعني موجودة. مشان هيك يعني أوقات بتكون مثلا بكون مارق وفي عالم إذا بدك بقلب أوتيل وفي صدى، أو بالمطار برا مثلا بالأردن في صدى بالمطار. برندح يعني بعلي صوتي عادي، ما عندي مشكلة. بتصلتي خلص. فلا أكيد هلأ كان بدي أسأل كمان، في نجوم عم تطلع اليوم على التيك توك عبر الوسائل التواصل حتى عبر برامج، قدي بتنصح المطرب الصاعد جديد صبي أو يعني شاب أو شاب أنه ينتبه لصوته يحافظ على صوته؟ قدي أهمية أنه دروس الفوكاليز المقامات يفهم وين طبقة صوته؟ أكيد صوته. أكيد نصيحة منك ل أكيد جدا جدا مهمين. أنا تعلمت آلة العود أنا وصغير، ما بمارسها ولكن تعلمتها يعني. وبنفس الوقت بقول لكل شخص هلأ بيحب الفن وعم يسمعنا وصوته حلو، لازم يسكله بالدراسة. الموهبة ما بتكفي، دراسة كمان لها دور كتير كبير، وبيعرف يستعمل صوته ساعتها. لأنه في كتير عندك ناس أصواتهم حلوة وقوية وبيغنوا طبقات عالية ولكن ما بيعرفوا يستعملوه، فبالتالي بينبح تاني يوم أو تاني غنية. هيك بقولوا بيسقل صوته. أيوة. وفقل الصوت مش معناته يعني عليه يمكن الاستثناء. لا أكيد. يعني مش بس الطبقة العالية هي المهمة. صحيح. ياسر كلها مهمة. إيه طبعًا عندك العرب، عندك في كتير أشياء يعني. نعم. نحن بننصح تلاميذنا يغنوا له لأنه عنده شيء مميز جدًا. يا حبيب. شكرًا لك توني البيا، شكرًا لمشاركتك معنا، أهلا وسهلا فيك. رح نتابع بالحاضر وزمن وائل جسار مباشرة بعد الوقفة الإعلانية ونعود.